يعني ما زالت الغارات الإسرائيلية متواصلة ومستمرة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، تتركز في مدينة غزة. قبل قليل كان هناك استهداف منزل يعود لعائلة الشنشير، 8 من الشهداء، وأيضا كان هناك استهداف لأحد مباني وكالة غوث وتشغيل اللجنة الأونروا، وتم انتشال أيضا 8 شهداء. وفجر هذا اليوم استهدفت إسرائيل منزلا يعود لعائلة جعرور، وتم انتشال أيضا 3 من الشهداء، واستهداف منزل في مخيم الشاطئ وانتشال طفلين شهيدين. أيضا ما زالت الغارات الإسرائيلية متواصلة في وسط القطاع. قبل قليل تم ارتقاء شهيدة جراء استهداف منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأيضا أعلن القسام صبيحة هذا اليوم عن استهداف آلية هندسية تتبع لسلاح الهندسة الإسرائيلي، وأيضا إطلاق صاروخ من نوع رجوم تجاه الآليات والقوات التي حاولت إخلاء من في داخل هذه الآلية التي تم استهدافها. القصف ما زال مستمر، والعملية العسكرية ما زالت مستمرة في مدينة رفح دون توقف، وأعداد الشهداء تزداد بشكل كبير جدا وملحوظ.